السلام عليكم، بدنا نعرفكم اليوم على أشجار الخروع وبذور الخروع اللي بنستخرج منها زيت الخروع. هذه هي أشجار الخروع زي ما انتم شايفين، كتير ناس بعرفوهاش. هذه هي أشجار الخروع، هذه هي ثمار شجر الخروع، تشوك فيه لشوك حوالين الثمرة عنقود من ثمار الخروع. بعد ما ينشف تماما بتكسر ويخرج منه بذور الخروع. بعد ما أصبح ثمار الخروع لونها بني وجفت، نفتح حويصة لثمار الخروع بطلع منها البذور. هي هذه البذور اللي احنا بنعصرها، يعني بنفتح هذه هيك بطلع منها داخلها بذور الخروع. الشجر لسه عندي انا صغير، ما كبرش كتير، بعطينا بذور اكتر وبعطي بذور خروع اكبر من كده واكتر. هذه هي بذور الخروع اللي احنا بنعصرها، وهذول بنرميهم. هي هذه بذور الخروع. شكرا لكم، شكرا للمتابعة.